لك ما بياكلش كويس وعلى طول نفسه مسدودة؟ أيوه يا دكتور ومغلبني على الآخر وعايش على الحلويات والبسكويت بتاع السوبر ماركت. طيب جسمه أخباره إيه؟ ماسك نفسه كده ولا بتلبسيه لبس إخواته الصغيرين؟ بالظبط يا دكتور بلبسه تلات أربع فليلات علشان اللبس يظبط عليه ويبقى مهندم كده. طيب وصحته؟ نشيط كده وبيتنطط ومزهقكم في البيت ولا على طول كسلان واخد جنب وبينام في اليوم فوق العشر ساعات؟ والله يا دكتور الحالتين، أوقات يبقى آخر شقاوة وحركته زيادة، وأوقات تانية بيقوم من السرير ده ينام على السرير التاني. طيب معلش، سؤال أخير بياكل اللي بتقدميهوله ولا بيطلب حاجات معينة؟ يا دكتور ده عايش على البيتزا والساندوتشات السريعة والبطاطس المحمرة، لو اديته حتة لحمة أو فرخة أو كوباية عصير بيهرب مني أكني له حقنة، طب وعملتي إيه في المشكلة دي؟ أقولك الصراحة يا دكتور مرة بضربه، ومرة بوقفه في النوتي كورنر، ومرة بحرمه من الخروج، مخبيش عليك، يعني بضايقه زي ما بيضايقني ومعقدني في الأكل اللي بعمله واخر حاجه صاحبتي نصحتني اديله فواتح شهيه ومن ساعتها مش عتقاه ايه الماس الصبح وبالليل انا وراه لحد ما يقف على رجليه ويحب الاكل كله طيب وما فكرتيش توديه لدكتور يشوفه ويطمن عليه ويحلله المشكله الصحيه دي مشكله صحيه ايه يا دكتور ده دلع اطفال زمان كنا بنتخانق انا واخواتي على اللي يلحق قبل ما الاكل يخلص دلوقتي كتر الاكل مخلي الولاد بتتنمر ايوه بتتنمر لا ابن حضرتك مش بيتنمر ابن حضرتك ممكن يكون مريض ومحتاج علاج ودكتور وروشته مظبوطه مش فواتح شهيه وعقاب والذي منه اقسم بالله العظيم ان اراقب الله في مهنتي وان اصون حياه الانسان في كافه ادوارها في كل الظروف والأحوال باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا رعاية الطبية للقريب والبعيد المصلح والمخطئ والصديق والعدو وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان. أوقر وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني. وأكون أخا لكل زميل في مهنتي الطبية. وأن تكون حياتي مصداق إيماني. في سري وعلانيتي. نقيا مما يشينني أمام الله وأمام الناس. والله على ما أقول شهيد. عشان تحافظي على صحه ابنك، بتبدا المحافظه دي من قبل الولاده. من قبل الولاده لازم تروحي تدربي ازاي تستقبليه بصحه نفسيه جيده، ازاي تعرفي ترضعيه رضاعه طبيعيه بشكل يحافظ على جسمه وعلى مناعته، وازاي بعد كده بتطور العمر تحافظي على تغذيته السليمه، والاهم من ده وده تحافظي ان انت يبقى ليكي وقت معاه وتمارسي فيه اي نشاط بدني، ولما يدخل المدرسه راجعي نفسك كده في اللانش بوكس الصبح بتحطي له فيه ايه؟ ولما يرجع من المدرسه راجعي نفسك بتديله اكل متوازن ولا لا؟ زودي الخضار والفاكهه وقللي الجانك فود والتشوكلتس والسويتس كلها الاهم بقى من ده وده لما كمان يقدر يقف ويتواصل معاكي تواصل فعال والاخطر من ده حددي وقت معين في الويك اند للموبايل والتابلت وبلاش استخدام التكنولوجيا الحديثه بشكل مفرط فيه مع الاطفال علشان التواصل بيبقى تواصل افتراضي. يبقاش تواصل فعال وده بيأثر على شخصية طفلك علشان نقدر نعيشها صح الطفل اللي بيبني جسمه ممكن يكون عنده مشاكل كتير مش لازم تبقى مرضية لكنها بتحتاج لتصحيح وتعديل السلوك الغذائي لاستكمال بنى الجسم بشكل مظبوط أشهر المشاكل دي ضعف الأطفال وفقد الشهية ومن ثم نقص المناعة اللي غالبية الأمهات بتواجهه بشكل خاطئ مرة بالضغط على الأطفال لإجبارهم على الأكل ومرة تانية باللجوء لفواتح الشهية كحل سحري وبيفضلوا يدوها لولادهم عمال على بطال ومن هنا بتحصل الأزمة بدل ما يكملوا نواقص أجسام ولادهم بيدفعوهم لطريق المشاكل الصحية طب والحل؟ هنعرفه النهاردة من ضيف اللي منورني في الاستوديو الدكتور خليل عبد الخالق استشاري طب الاطفال والتغذيه جامعه القاهره اهلا يا دكتور ومشرفنا في الحكيم في بيتك اهلا وسهلا متشكر جدا آه احنا هنتكلم على موضوع مهم جدا بيهم كل ام ما بيهمش الاطفال طبعا هو بيهم الامهات بس ضعف الاطفال يعني الاطفال ما بياكلوش كويس الاطفال حركتهم فيها مشكله زياده او قليله بس يعني الامهات دايما بتبقى قلقانه جدا على اطفالها آه اول حاجه هو ضعف الاطفال ده آه موجود عند كل الاطفال؟ موجود عند كل الامهات زي ما حضرتك قلت مش مش موجود عند كل الاطفال فعشان اوضح ده اللي بيحصل ان الام, الأم بطبع بطبيعتها قلوقه على اولادها حتى نهايه الحياه ودي سنه الحياه يعني انها تبقى قلقانه. جزء كبير جدا من اللي بيقلقوا منه هي تغذيه الاطفال. بيرضع كفايه بياكل كفايه بياكل صح لحد ما يدخل الجامعه ان لم يكن بعد الجامعه بعد الشغل تملي الام تسال ها اكلت ها اتغديت مش صح. مهم ايه المشكله بس مهتميه بالتغذيه والتغذيه هي اساس الحياه آه زي ما قلنا هي موجوده في آه في كل الامهات لان كل الامهات قلقانه ان ابنها ما بياكلش كفايه ما تقليش ان في زياره طبيه ما بيجيش فيها السؤال ده آه ما بيجيش ابني ما بياكلش كفايه حاسة ان هو ما بياكلش كفايه لكن فعلا في ال في الوقت المعاصر اللي احنا فيه الاكل ما عادش واخد اهميه من ناحيه المنتج من ناحيه نوعيته ان بنقعد نوعيته من ناحيه ان احنا بنقعد ناكل كاسره بنقعد ناكل يعني زمان كان عادي كله بيتغدى ده مع, ده مع ده بقى بعضه بقى مش موجود مش عايز اقول قليل تقريبا مش موجود وده بيأثر آه وده بيأثر جامد جدا وعامل مساعد ان الطفل بيتعود بياكل حاجه بسيطه كم من الاطفال بينزلوا من غير فطار فده البدايه بتبقى غلط بدايه اليوم بتكمل اليوم كله غلط، الامهات تغذيتها حتى مش قد كده فبالتالي الرضاعه مش قد كده فدي مشكله اه انا يعني على الرغم من على الرغم من الام المشكله الاساسيه عندها هي تغذيه طفلها هي كمان بتلعب دور في عدم تغذيته التغذيه الصحيحه وعدم تغذيه نفسها وتغذيه نفسها وبالمرة <applause> عدم تغذيه جوزها كمان <تصفيق> <تصفيق> طيب لو الاطفال فعلا او لو الطفل فعلا عنده ضعف أكيد ده هيأثر على مناعته. ده طبعًا. وعلى مزاجه، وعلى تحصيله الدراسي، وعلى ذكاؤه، وعلى إن هو يوصل، وعلى لعبه الرياضة، على كل حاجة، هيأثر على كل حاجة، ده البنزين اللي هو بياخده، فلو البنزين مش كافي لأي سبب من الأسباب، هيحصل مشاكل وهنتطرق إليها. طيب علشان ما نعممش الموضوع، يعني علشان برضو ما نقلقش الناس، إيه هي أعراض الضعف؟ علشان الأمهات اللي هتسمعنا دلوقتي أكيد طبعاً كلهم هيقولوا إيه أطفالنا ضعيفة. إيه اللي إحنا ممكن نشوفه على الطفل فنقول أه لا الطفل ده ضعيف؟ آه نمرة واحد آه نبتدي نبص مثلاً على المزاج العام هنلاقيه كده ما بيلعبش مع زمايله بالطريقة الأكتيفيتي بتاعته الحيوية بتاعته ما هواش آه يعني أكتف قوي أو بيتحرك قوي نمرة اتنين إن هو بيعيا كتير ده برضو بنشوفه بيجيله له أدوار برد كتير جداً آه بيتعب كتير نمرة ثلاثة ما رافض الأكل تماما يعني مش مثلا في أنواع اللي بيحبوا ياكلوا حاجة معينة بس ما بياكلوش حاجات تانية بس ده رافض الأكل ما بياكلش كمية كفاية طبعا بنتأكد ده من وزنه ونموه بنتابع نموه هل وزنه كفاية هل بيزيد الزيادة السنوية المطلوبة منه كل سنة وهو بينمو هل في شكوى من المدرسة وفي شكوى من أو من الحضانة إن هو مش مش قادر يكوب هل في شكوى من المدرب ان هو مش قادر يلعب في التمرين بتاعه ده دي حاجات كلها بتبان وموجوده طب دكتور لو الطفل مش عايز ياكل ايه اسباب ان هو ما عندوش شهيه للاكل؟ احنا هنبعد شويه عن حته ان هو بيحب حاجات وما بيحبش حاجات لان طبعا ده ممكن يكون ليه سبب ان هو حضرتك عارف بيبقى في حاجات شكلها حلو كده والجو اللي حواليها بيديها شكل معين وبتيجي في ورق انا مش عايز اقول اسماء بس هي بتيجي في ورق شكله حلو ممكن يكون معاها لعبه فبتبقى مغريه للطفل يعني طب. يعني هو عايز يلعب باللعبة فهياكل عشان يلعب باللعبه لكن زي ما حضرتك قلت الطفل اللي فعلا ما عندوش شهيه اللي مش عايز ياكل ولو ضغطنا عليه بياكل قليل قوي ممكن يكون سبب دقيق عدة اسباب ممكن اسباب كتير جدا ممكن منها ان هو يكون عنده اولها يبقى عنده نقص في بعض المينرالز في جسمه زي نقص حديد المعادن زي نقص المعادن يعني المعادن تاثر على شهيه الطفل اه طبعا زي نقص الزنك وده بنشوفه كتير جدا ده بيأثر على شهيتهم وقبل ما الانيميا اعتقد نقص الزنك ده من الاول خالص بيجي من الام آه. في فترة الحمل آه. وبيجي من التربة وبيجي من انواع الاكل المختلفة الضعيفة في المعادن دي. الحاجة الثانية ان هو يبقى عنده اي مرض آه يعني سواء طالع من التهاب في الحلق سواء طالع من دور برد جامد ده بيقلل الشهية شوية لكن ما بتفضلش مستمرية فترة طويلة جدا. النوع من انواع الطفل في سن معين بيبتدي يوصل لمرحلة هو عايز يثبت نفسه او عايز يثبت ان هو شخص يعني هو عنده عنده راي عنده راي فبيبقى في نوع من انواع العند وبما ان الحوار ما بيتمش ما بين الام والطفل غير هتاكل ايه ليه ما بتاكلش هتاكل فده بيبقى في نوع من انواع العند وعدم الرغبه في في الاكل و الحاجة الأخيرة إن بيبقى فيه مشاكل ودي قليلة جدا مشاكل في البلع أو مشاكل في الزور وكده بس دي بتبقى قليلة جدا 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 طبعا بيعرفها الطبيب وبيعرفها المتخصص في القصه دي لكن اللي انا شايفه ان في اغلب الاحيان لما الطفل بيبقى ما بياكلش ده بيبقى نتيجه للكيان الاسري اللي موجود ان الناس ما بتقعدش تاكل مع بعضها ان ما بيبقاش فيه بيبقى فيه نوع من انواع الغصب الطفل على حسب المرحله العمريه مش بيبقى عايز ياكل ثلاث وجبات زينا هو طول الوقت بيبقى عايز ياخد سناكس يلقط كده حاجات صغيره طول طيب. ما هو ماشي فده لو قدرنا نوفر له ده وقدرنا نستمع لرغبته ده هيساعده كتير الغصب بيولد العند طب وحضرتك قلت دلوقتي على المراحل السنيه هو بتختلف؟ يعني الطفل اللي عنده خمس سنين واللي عنده عشر سنين واللي عنده 12 13 سنه طبعا احتياج الجسم للغذاء ده في كل العمر طبعا لكن طريقه تناول الطعام بتفرق طبعا زي ما حضرتك قلت لان طبعا الاكل بيحب اللمه زي ما بيقولوا لكن المراحل السنيه دي تاثر فعلا على شهيه الطفل؟ اه تاثر على شهيه الطفل لان هو اول اول مشكله احنا بنواجهها كاطباء ان لما الطفل بيخلص فتره الرضاعه اللي هي السنه الاولى من العمر ويبتدي ندخل اكل من اول ست شهور يبتدي الاهل يحسوا لا هو ما بياكلش كفايه هو وزنه ما بيزيدش زي ما كان بيزيد لأن السنة الأولى من العمر النمو فيها مختلف عن بقية العمر ده أكتر سنة النمو فيها والموضوع بسيط معتمد على الرضاعة في أقصى في معظم اليوم آه فيجوا يبتدوا ده أول إحساس إنهم يحسوا لا ابني ما بياكلش كفاية أو ابني ما بياخدش كفاية وده بيبقى نتيجة حاجة من الاتنين يا يعني إلا هو ده إحساس منهم يا يعني إلا هم له لبن أزيد من اللي هو محتاجه بعد الفترة الأولانية فدي مرحلة المرحلة الثانية من ثلاث لسبع سنين دي بتبقى مرحلة هو مشغول بكل حاجة في الدنيا غير الأكل مش فاضي للأكل زي ما بيقول طالع بيجري طول الوقت وطالع بيعمل طول الوقت لازم بيلعب عنده عنده طاقة لازم إحنا بقى نبقى مبتكرين في إن إحنا نوفر الأكل في الوقت ده فهو وهو بيتحرك وهو بيعمل ونوريه يعني الاكزامبل الكويس ان احنا بنقعد بناكل احنا بنطلع نجري بننزل من غير فطار طبعا هو اسهل ان هو يتقال عن ما يتعمل لان الموضوع صعب يعني, يعني هو انا متفاهم هو بالنسبه له هو هيعطله عن اللعب بالظبط بالظبط طيب يا دكتور احنا في يعني دايما بنقول ايه احنا بناكل بعينينا قبل ما بناكل ببقنا وبنشم ريحه الاكل فهو ده اللي زي ما بيقولوا ايه بيسيل اللعاب فالاطفال عندهم نفس القصه يعني الاطفال لو الاكل شكله حلو او لو ريحته حلوه يساعدهم؟ يساعدهم بس اللي شكله حلو بالنسبه لنا مش يمكن هو اللي شكله حلو بالنسبه لهم فلازم نبقى برضو مبتكرين في ان احنا نخليه شكله حلو نقدمه بطريقه لطيفه نقدمه بطريقه اللي هم بيحبوها طريقه الكاريكاتير تبقى اقرب لل... 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 للكرتون يعني زي ما بيقولوا اللي هم بي... اللي هم بيقدروا يعرفوه ويرليت ليه هو مش عايز طبق يبقى محطوط ومعمول كده وعايز يبقى شكله حاجه ريليتنج ليه على شكل حيوان على شكل حاجه زي شكل شجره هو ده اللي هو بيحبه ويقدر يريليت ليه لما يكبر طبعا اداب الطعام واداب التغذيه بتبدا من سن صغير جدا وبتاخد وقت طويل قوي 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 ان ده يتعمل ويحس بيه ويتطور ويتقدم فيه واحده بواحده فاه العرض مهم جدا أنا حضرتك الريحه مهمه جدا اه ذكرا للعرض فهو مهم من وجهه نظر الطفل عشان بس ايه آه نعلم الامهات ان شكل الاكل لما بيكون حلو بالنسبه لك لازم تتاكدي ان هو كمان بالنسبه لطفلك شكله حلو بالظبط كده فممكن بالنسبه لك يكون شكله حلو لكن هو بالنسبه له ده حاجه عاديه جدا لكن لو زي ما حضرتك ذكرت كده يا فكره برضو لو اتعمل رصه الطبق على شكل كارت يعني احد الشخصيات الكرتونيه او شكل لعبه هو بيحبها متهالي ده هيفرق كتير معاه جامد جدا الريحه بقى نعمل فيها ايه الريحه مش عايزين ريحه زياده لان ساعات بعض الاطفال بيتضايقوا من الريحه الزياده او ما بتبقاش بتفتح شهيتهم زينا وهم برضو مش مش متق... يعني التتبيله بتاعتنا مش هي التتبيله دي حاجه مكتسبه احنا بنكتسبها مع الوقت فممكن تبقى هي بالنسبه لهم مش دي احسن حاجه هو لازم نتأكد ان هو بياخد الحاجات او الانواع اللي في التغذية المهمة البروتينات النشويات الخضروات العناصر الكاملة الفكرة. للأكل العناصر الكاملة للأكل ده مهم جدا 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 ما هو حضرتك عارف الاطفال بيحبوا بعض الفواكه وفواكه ثانية ممكن يقولك انا ما بحبهاش وكذلك في, والله في كل عناصر الطعام والكبار نفس الحاجة ما هو الكبار عشان نشأوا كده بقى ما هو كملوا بالطريقة دي هو في حاجات معينه طيب الاطفال ممكن يروحوا لها يحبوها ده بيعتمد وابحاث كتير جدا اتعملت في القصه دي وازاي نوع الطفل اللي بيروح لناحيه اكتر من ناحيه وشافوا هل يمكن الماكولات اللي كانت بتاكلها الام وهي حامل هل اثرت على تقبله لطعم جديد او او حاجه جديده وبعدين من بلد لبلد بتختلف يعني في بلاد بتاكل حاجات بلاد تانية مش هتاكلها هو لازم الحاجة الوحيدة إن يبقى فيه عرض أكتر من حاجة، يبقى فيه اه طريقة معينة لعرض الأكل ده، يبقى هو شايف إن ده حاجة بتتاكل من البيت، وتملي أكبر مشكلة بنواجهها هي مشكلة الخضروات والفواكه. يعني دي من أكتر المشاكل في الأطفال إن هم يعني بيتقال عليهم ما بيحبوش خضروات وفواكه. بس هو الخضروات والفواكه مظلومة شوية في الحتة دي فمحتاجة إنها تتنوع شويه تتقطع بطريقه مختلفه تدخل في وسط الاكل ندخلها مش لازم تبقى يعني مش لازم يبقى ارنب في البيت بس ممكن يبقى الحاجه متقطعه صغير داخله في وسط الحاجه اللي هو بيحبها يعني نبني على الحاجات اللي هو بيحبها وندخل ونقرب جنبها الحاجات اللي هو ما بيحبهاش هو زي ما كنا بنقول هو احنا بنقدم نفس الحاجه بنفس الطريقه لكن احنا لو قدمنا الحاجه بطريقه مختلفه اللي يحبها الطفل متعالي مش هيبقى فيه مشكله المشكله هتقل وطبعا هيبقى في نوع من انواع الحوار اللي برضو هاكد عليه ان الغصب مش حل خالص ولازم تماما ما نعملوش ونبعد عنه لانه بيسبب مشاكل ومشاكل بتطول جدا يعني تفتكر يا دكتور يعني ان الامهات ما بقاش عندها وقت كفايه تدي لاطفالها حتى في وقت الاكل يعني ما هو وقت الاكل ده هي بتفترض ان الطفل هياكل لوحده فبتحط له الاكل وتسيبه تمشي هو ممكن يكون عايز ان هي تاكله مثلا او تقعد معاه وهو بياكل هل ده ممكن يلعب دور طبعا ممكن يلعب دور والحاله النفسيه للام والضغط النفسي اللي هي متعرضه له مع ضغوط الحياه وضغوط التربيه وضغوط الواجبات الدراسيه والوقت بيؤدي لكده ولكن طبعا بنحاول ان احنا نقول على قد ما نقدر نحاول ان وقت الطعام ده يبقى وقت احنا بنقعد فيه مش ماسكين الموبايلات وقاعدين وكله قاعد اه حتى لو انا قاعده كام او اب الاب ليه دور لازم برضو يلعبه ان هو يقعد على السفره اه او يقعد على الترابيزه اللي هناكل فيها ونحدد المكان من حق الاهل ان هم يختاروا وقت الاكل وانواع الاكل اللي هتتعرض على الطفل لكن مش من حقهم يفرضوا عليه الكميه اللي هو هياخدها ودي برضو اه يعني نظريه خلص طبقك دي لازم نبتدي نبص كده بصه مختلفه شويه هو يعني. ممكن يخلص طبقه لو احنا حطينا له حطينا له كميات قليله اللي احنا عارفين ان هو ممكن ياكلها بالظبط اه ويا ريت ان احنا نحط له حتى كميات اقل ونخليه يخلص فيطلب تاني مش نعمل هرم ويبقى ده ضغط عليه وخلص طبقك وخلصتش طبقك ليه دكتور خليل هو حديث مهم جدا للامهات ولينا كلنا فخلينا ناخد فاصل ونرجع نكمله فاصل صغير ونرجع لكم تاني ان شاء الله كلنا نتمنى ان الحل السهل البسيط يبقى هو الحل الفعال بس الحقيقه مش دايما بيكون الوضع كده اكيد كلنا عايزين ننزل في الوزن واكيد كلنا مش عايزين نعمل عمليات بس ما نخليش الفكره دي او الحلم ده يكون هو الاداء اللي يستغلها الاخرون عشان يقنعونا بحاجات هي اصلا مش هتكون فعاله احيانا التكنولوجي بيبقى معمول في العالم لمقاسات معينه والاجساد معينه وللاسف نسيء استخدامه ونستخدمه على اوزان اخرى ونعتقد او نوهم الناس ان هو ممكن يدي النتيجه المرجوه وده اللي بنحاول نحذر الناس منه لازم تعرف مشكلتك فين درجه السمنه اللي عندك فين هل هي سمنه موضعيه هل هي سمنه كليه هل السمنه الموضوعية دي دهون داخليه جوه البطن تستلزم فقدان الوزن ولا دهون خارجيه ممكن تفقد بشفط الدهون بالفيزر او حتى لو اجهزه خارجيه. المهم انك ما تدورش على على النتيجه الصح في المكان الخطا لازم تستعين باهل الخبره ذو ثقه ولما تكتشف ان الحاجه الصح هي دي ما تغمضش عينك وتروح تعمل حاجة مش هتجيب لك نتيجة رجعنا لكم تاني في موضوع مهم مع الدكتور خليل عبد الخالق في تغذية الأطفال وضعف الأطفال دكتور خليل اتكلمنا على الضعف الأطفال بيجي ازاي والتغذية المفروض تحصل فيها ايه وحاجات كتير لكن لما لما الناس بتقول للأم هو مال ابنك ضعيف كده ليه وده طبعا جمله بيسمعوها على طول لو الولد مش تخين كده ومربرب وحلو كده وعادي بالنسبه لنا يعني لكن بالنسبه لهم ما بيبقاش عادي مال ابنك ضعيف كده ليه ولو الام شايفه ان ابنها ما بياكلش زي ما حضرتك قلت قبل كده الطبق كله ما هو الطبق كله ده احنا عايزين برضو نبقى فاهمين هو قد ايه الطبق كله هرم ولا في حتتين من كل حاجه هو محتاجها اه الام على طول بتجري على الصيدليه وتجيب فواتح للشهية هو مكتوب عليه كده فاتح للشهية هو إيه الأول فواتح الشهية دي عبارة عن إيه يا دكتور أه نرجع لأنواع فواتح الشهية في أنواع كتير من فواتح الشهية أه غير محبزة بالمرة عشان نبتدي يعني أو غير غير يعني ليها مشاكل أكتر من فايدة بكتير أه موجودة في حالات معينة بنضطر نستخدمها حالات مرضية معينة في منهم انواع يعني امنه ما هياش علميا فواتح الشهيه هي مجموعه من الفيتامينات والمعادن وكده دي قد يتم استخدامها لو في حاله نقص او الغذاء مش كافي لكن بقية فواتح الشهيه المشكله انها بتشتغل على على المخ على مراكز الشبع والجوع عند المخ وليها اعراض جانبيه غير مرغوبه في المره وفيها عيب اكتر من كده ان هي اول لما بيتم استخدامها فعلا بتجيب نتيجه حتى لو ده حاجه يعني احنا شايفينها كويسه بس دي حاجه قصيره المدى جدا وبتعمل مشاكل بعد كده كتير جدا فبنصح اي انواع من الفواتح الشهيه لا تستخدم غير تحت اشراف طبي في حالات معينه جدا طبعا ابنك مش ماله ضعفان كده دي جملة بتتقال كده يعني بعد صباح الخير يعني صباح الخير بس <applause> على ولا طول على كدا. طول حتى لو هو مش ضعفان ولا حاجة بس هي ده نوع من أنواع المجاملة أو يعني يا فندم ده الولد بيبقى بيلعب كورة في النادي ورايح من أول الملعب لآخر الملعب أو بيلعب سباحة رايح يمين وشمال ويطلع يلاقوه رفيع يقول هو ضعفان كده ليه؟ يا جماعة ما الولد ما شاء الله عليه كان كويس بالظبط بالظبط لكن هي وحتى لو كان قد كده و يميل ان هو وزنه مليان شويه برضو بيتقال عليه ضعفان شويه. أوه. وده قد يكون مش غلط لان ساعات حتى لو طفل وزنه كويس ده ممكن يبقى برضو ضعفان. يبقى عنده زي بنسميه الجوع الخفي، يبقى منفوخ على الفاضي، يبقى بياخد سعرات حراريه واهيه، عصاير، حلويات، الاكل اللي هو موجود في بالسهل في الاكشاك وال... المايه الغازيه كل الكلام ده دول بنسميهم امتي كالوريز او سعرات حراريه فارغه مش مفيده لكن هي سعرات حراريه فقط يعني مش السعرات الحراريه كلها مش مكونه زي بعض يعني يبقى ده قرار دكتور إن هو يقول ضعيف أو مش ضعيف ده قرار دكتور. ده قرار دكتور بيتحدث مع الأهل ويتكلموا ويوصلوا لهذا الإقناع مش مش قرار خالة يعني أو عمة زي ما بنقول أو صاحبة يعني أو, أو جارة أو جارة وجارة بالذات يعني. لا يعني هو إحنا عندنا دلوقتي فواتح الشهية نوعين. نوع يعني اللي هو بنسميه الفيتامينات بقى بنسميه فيتامين وبيطلق بيطلقوا عليه فاتح شهيه برضو بالمر ونوع تاني بقى ده ده علاج ده قصه تانيه خالص بالظبط فمش مفروض ان احنا نروح نجيبها من نفسنا ده اكيد حتى الفيتامينات الفيتامينات المفروض ان احنا ما نجيبهاش من نفسنا لان هو مش كل مش كل طفل محتاج نفس الفيتامينات وزي ما بنقول ما ينفعش يبقى اللي هو نوع الفيتامين فيه كل حاجه ده ما ينفعش يعني في طفل ممكن يبقى محتاج فيتامين د اكتر من حاجه زي الحديد في طفل محتاج حديد اللي هو القول كده كله مع بعضه كده وكدا... هو كل اللي موجود كده يا دكتور لا آه يعني طبعا لا لا في حاجات ثانيه بس ما بيقرب طيب لها بس ده, 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 ده اللي وحده كالسيوم لوحده وفيتامين دي لوحده وفيتامين سي لوحده ما حدش بيقرب لها لا لازم لازم يتحط خطه وطبعا اول حاجه قبل اللجوء للفيتامينات عن طريق الدواء احنا نبتدي نشوف الطفل ده بياكل ايه اه ونبتدي نحاول ان احنا ندعم الاكل ده بالمواد اللي هي الغنية بالحاجات الغذائية اللي احنا محتاجين نضيفها ونبتدي عشان نشوف الطفل بياكل ايه انا شايف ان حاجة مهمة جدا ان الواحد يقف كده مع نفسه او الاسرة تقف مع نفسها وتشوف عندي طفل عنده اربع سنين وانا مقتنع ان هو ما بياكلش طب اسبوع كده اجندة ورا وقلم اكتب اكل ايه النهاردة اكل ايه بكرة نقنق ايه هنا وابتدي اشتغل على الحاجات الكويسة اللي هو خدها وابتدي اشتغل مع الدكتور بتاعه على ان هو طب هو ما بياكلش ده طب ممكن اكون محتاج مكمل غذائي اكتر منه فيتامين ممكن اكون محتاج فيتامين او حاجه معينه هو ما بيتعرضلهاش خالص او هو طالع ناقص منها حضرتك قلت على حاجه مهمه جدا الاولاد اللي بيلعبوا رياضه التغذيه في الرياضه هي من اهم يعني مهمه زي التمرين ف وفي حاجات كتير جدا المفروض تتعامل يعني الطفل ده المفروض ياكل شويه نشويات قبل التمرين أه وليكن موزه ما حاجه بسيطه وليكن أه الجو برد والبطاطا موجوده والبطاطا دي حاجه كويسه جدا انها بتدي زي سعرات حراريه وبتساعد وهي مليانه بالمواد المغذيه فنبتدي نبص على الحاجات دي مش يعدي في النادي او في او في الشارع وياخد الشوكولاتة او حاجه قبل التمرين وده اللي بيحصل في معظم الاوقات وبيطلع من التمرين جعان بياكل الحاجات اللي ملفوفه في ورق حلو اللي حضرتك قلت عليها وشكلها حلو وشايف لها 13 اعلان طلعت أه له فبالتالي بيقتنع ان ده الصحه يتحط يعني من اكتر المشاكل اللي بنشوفها ان ما فيش نظام غذائي احنا تملي بنقتنع ان النظام الغذائي ده معناه رجيم او معناه ان ده معمول عشان التخسيس بس محدش بيحط نظام غذائي صحي طب هنتغدى ايه طب هنتعشى ايه فبتكون نتيجه هناكل ال في أي حاجة. في المعادن والفيتامين آه وهناكل أكيد. اي حاجه هناكل من الشارع لما نقول مش ما عندناش خطه تغذيه للطفل ده فده مهم جدا وبرده هرجع اقول الموضوع بسيط آه نشويات آه بروتينات آه بعض الفاكهه والخضار ده مهم جدا ان هو يتاكل على مدى اليوم. طيب لو الطفل يعني هو مبدئيا كده الطفل ممكن ياخد فواتح شهيه من سن قد ايه؟ لا ما احنا اتفقنا ان هو مش هياخد من مفيش سن استشاره ياخد منه. الطبيب ما اتفقنا ان هو يعني في حالات مرضيه وانا هنا بفواتح الشهيه الفيتامينات خلينا نبعد عن الفواتح على حسب يعني عشان عشان بس ما نلخبطش الاهل الفيتامينات يعني فيتامين د المفروض كل الناس تاخده وليه فوائد كتيره جدا بقيه بقيه الفيتامينات والمعادن يعتمد الطفل ده بياخد تغذيه تكفيه في الحاجات دي حاجه زي الحديد حاجه زي الزنك حاجه زي الفيتامينات اللي هي البي كومبلكس فيها اطفال قليلين بس موجودين نباتيين بس فده لازم لهم نوع معين من الـ من الـ من الادويه ياخدوها عشان يعوض نقص البروتين الحيواني في في اطفال ما بيحبوش الزبادي والمنتجات الالبان في اطفال ما بيحبوش الزبادي ومنتجات الالبان بالظبط كده لكن كلمه ما بيحبوش دي كلمه زي ما يعني عايز اقول ان دي كلمه مش عايزين نحطها بسهوله كده هو ما بيحبوش الزبادي في صورته ده بس ممكن يبقى بطريقه تانية ممكن يعني نشوفه بفكر مختلف او ما كده على يعني مش اللي هو خلاص ما حبش الزبادي النهارده اصل هو ما بيحبش القصه دي موضوع مش سهل لكن موضوع لازم نبقى موجود وبعدين الموجود لازم نبقى عارفين ان اللي موجود في البيت هو ده اكتر حاجه هيتاخد منها ف... والطفل زي ما قلنا بيحب ان هو ياخد سناكس وياخد حاجات خفيفه فلازم يبقى في حاجات صحيه لو انا بعته لو انا قلت له اه انت عايز نفسك في حاجه حلوه طب ادخل بقى انزل اشتري بطيخه وشلها وقشرها ده مش هيحصل لكن لو هي موجوده ومتقشره ومحطوطه في مكعبات هيبقى سهل عليه يعني حته السهوله في الاكل دي مهمه جدا ان يعني احنا نبقى موظبين فهي الخطه والتوضيب طيب هو لو الطفل ما بياكلش كويس او يعني شهيته ما هياش احسن حاجه يعني ده ممكن ياثر على نموه طبعا ممكن ياثر على نموه ممكن ياثر على على ان هو يوصل لطول معين ممكن ياثر على صحته ممكن ياثر على أنه هو يعني ياثر على النمو بطريقتين ممكن ياثر على النمو أنه هو يخليه قليل وضعيف وصغير حجمه صغير وممكن يخليه زي ما قلنا الناحيه الثانيه اللي هو طفل جعان داخليا لكن وزنه زياده جدا وده النوع اللي بقينا بنشوفه اكتر اللي هو م... م... يعني سوء تغذيه لكن وزنه مش ناقص. يعني هو... عنده زياده في الوزن لكن هو عنده مشكله في التغذيه. عنده مشكله في التغذيه، عنده, في... عنده مشكله في في عظمه، عنده مشكله في مناعته، عنده مشكله في في صحته، عنده مشكله في كل حاجه، لكن هو وزنه اللي هو انت لو شفته ده ده وزنه كويس. وبنعرف الكلام ده ازاي يا دكتور؟ ده طبعا بال يعني بالكشف الطبي وبالتاريخ المرضي وبيتشاف وفي علامات كتير جدا بتبين القصه دي. احنا في مشكلة كبيرة جدا ان احنا بقينا عندنا حتة طب هو مش راضي ياكل الاكل اللي هو اكل البيت اللي هو الاكل المطبوخ اللي هو الاكل الكامل اللي بيطلق عليه الهول فود فطب ياكل اي حاجة طب هو ما بياكلش خلاص. غير غاوي بطاطس مثلا محمرة و... طب خلاص يبقى ياكل بطاطس محمرة طول الوقت م. لا ده حتى في البيت يبقى احنا شغالين على طول الطاسه موجوده والبطاطس كل يوم لازم يبقى فيه بطاطس محمره لازم يبقى فيه الحاجات المقليه هم دايما الاطفال بيحبوا الحاجات المقليه وبياكلوها فطبعا الام بتستسهل اه والمرعب في الكلام ده ان هو حتى لو هو في سن بيحرق وجسمه قادر يتعامل مع السعرات الحراريه المهوله دي نمره واحد ده بيمثل عبء على الجسم فبيؤدي الامراض بعدين يعني الطفل اللي بيتغذى وحش وهو عنده 10 و12 سنة بيسبب له الأمراض الضغط والسكر وتصلب الشرايين وهو عنده 40 و50 سنة يعني شوف الفرق قد إيه والقصة والقصة الثانية إن هو بيحصل له زي نوع من أنواع الريبروجرامينج أو تغيير الفكر داخل مخه بيفهم إن ده نوع الطبيعي. الشبع اللي أنا عايزه م. ده نوع الأكل اللي أنا محتاجه وبيكمل حياته عليه للأسف م. فهي ده جزء من 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 بداية اليوم يعني الثقافة والتعليم الغذائي في منتهى الاهميه كل يوم ولازم نتعب فيه كل يوم يعني كل يوم ده نعمله ونحاول وما لازم طول الوقت نجرب يعني خلينا نقول ايه الام بتقعد مع اولادها بتذاكر لهم ولازم برضو توفر شويه وقت علشان تاكلهم صح اه ويبقى ده لغه لغه الحوار في الوقت ده هم قاعدين ومركزين مع بعض النص ساعه اللي فيها الوجبه الرياضه ممكن تساعد على التغذيه السليمه الرياضه تساعد على كل حاجه الرياضة دي أهم حاجة الحركة دي أهم حاجة عند الأطفال على الأقل نص ساعة لساعة ست ست أيام في الأسبوع ده على الأقل ده ده الأقل حاجة دكتور لا بلاش ست أيام في الأسبوع دي ما حدش هيسمع الكلام ده ما هو مش شرط <applause> يعني الرياضة خليهم ساعتين يومين في الأسبوع <تصفيق> أو ثلاث <applause> أيام في الأسبوع بس هو هو مش شرط الرياضة دي اللي هي رياضة لازم تروح مكان معين تمارس فيه لا أهم أهم طريقة لممارسة الرياضة هي أن أنت تحطها في في الاعمال اليوميه مم. فما فيش منع ان احنا نركن العربيه بعيد سنه نتحرك سنه نطلع دور سلم في ناس هتضطر تطلع الادوار كلها لكن يعني في الاخر يبقى في نوع من انواع الحركه الحركه دي بتحسن الميتابوليزم بتحسن الشعور بالجوع بتحسن الحاله النفسيه عند الطفل بتحسن ذكائه واستيعابه للدروس وبتقلل المرض يعني احنا تملي بنشوف مم. الاطفال اللي هم بيلعبوا رياضة وبينزلوا سباحة بيجي لهم أدوار برد أقل بكتير من الأطفال اللي إيه ملفوفة ومربوطة. والله يا دكتور يعني الموضوع ده إحنا نفسنا نقعد نتكلم فيه سنين لأن هو إحنا بنتكلم على تربية النشء وبناء جيل كامل زي ما حضرتك قلت إحنا عايزين الأطفال دول بعد 30 و40 سنة يبقى صحتهم كويسة ما يبقاش علشان إحنا أهملنا مش عايز اقول اهملنا قوي بس ما اديناهمش حقهم في الاهتمام بالتغذيه في اول 10 15 سنه يبقى يعني يكملوا حياتهم بالشكل ده. الدكتور خليل عبد الخالق استشاري طب الاطفال والتغذيه جامعه القاهره. انا بشكر حضرتك على اللقاء ده يا دكتور. انا اللي بشكرك جدا وان انت لي الفرصه دي وبرضه باكد ان الموضوع مش صعب ونقدر نبتدي بحتى اول حاجه يبقى الوجبات كلها نسبيا من البيت. وشكرا جدا. اكيد مش صعب بس هو عايز شويه اهتمام. شكرا يا دكتور شكرا البناء بشكل عام له خطوات أساسية وجوهرية ما ينفعش تبني طوب في بيت ملوش عمدان وما ينفعش نسوق عربية ملاش عجل ما بالكم بقى لو بتبنوا صحة أطفالكم أغلى حاجة عندكم تبنوها بشكل علمي وصحي ومدروس ولا نسمع كلام عشوائي منشور على مواقع السوشيال ميديا من غير ما نرجع لطبيب متخصص فقرتنا خلصت بس حلقتنا مستمرة استنونا بعد الفاصل زمان في عصر الفتوات ما كانش الفتوة يبقى مالي مركزه كده غير وجسمه مليان وكرشه قدامه راجعوا أفلام السينما القديمة لحتلاقوا مجانس ولا ترابيس ولا عضلات ده كان تعبير حقيقي عن ثقافة الفترة الزمنية دي بس الزمن اتغير وتظبيط الجسم بقى موضة أكتر من أي حاجة تانية ويمكن عندنا في مصر بدأنا نواكب تقنيات حديثة وعالمية في مجال نحت الجسم واللي كان آخرها نحت الجسم باستخدام الفيزر والجي بلازما رحبوا معايا بضيفي في الاستوديو الاستاذ الدكتور احمد السبكي استاذ جراحات السمنه والتجميل في كليه طب جامعه عين شمس ورئيس الرابطه العربيه لجراحات السمنه وعضو الجمعيه الفر... الفيدرالية الدوليه لجراحات السمنه والسكر شرفتنا يا, دهر... يا دكتور اهلا أهل بيك ومرحبا أهل بك في الحكيم في بيتك شكرا موضوع الكرش بقى نتكلم عليه شويه هو موضوع الكرش ده بجد ولا يعز يعني ولا <applause> ايه اكيد زي ما حضرتك عارف الكلام ده اتغير خالص حتى الراجل ما بقاش ينفع يقول انا راجل ما تفرقش معايا آه زي ما الست بتهتم بنفسها اصبح الراجل مهم جدا حافظ يحافظ على مظهره وما يبقاش عنده كرش ويا ما شفنا سيدات آه بتجيب الرجاله غصب عنها تقول له انت لازم تنزل الكرش وتبقى بنت مخطوبه ولسه ما اتجوزوش وتقول له مش هتجوزك غير لما تنزل الكرش ده ده عشان الفرح بس <applause> عشان بس الصوره يعني هو الحقيقه الطب اتطور خالص في هذا المكان نحت القوام اصبح طريقه سهله غير جراحيه امنه ونتيجه سريعه ودائمه فما بقاش في حجه لحد الحقيقه ان هو يستصعب الموضوع زي زمان كان زمان عشان نعمل شفط دهون وشد الجلد عمليه بجرح بـ بـ باجهاد بتعب بفتره انقطاع عن العمل بخوف من الناس ان هو هيعمل حاجه كبيره الكلام ده اتغير في العصر الحالي اللي احنا فيه واصبح فيه تكنولوجي حديث جدا بيدينا التارجت بتاعنا من غير كل المشاكل اللي كانت الناس بتخاف منها طيب كويس يعني نفهم من كده ان نحت الجسم عباره عن شفط دهون وشد للجلد بص حضرتك هو طبعا في معايير مثاليه للقوام لكن كل بنت وكل او سيده وكل رجل بيبقى له وجهه نظر في جسمه في ناس تقول لك انا عايز ابقى او بنت او سيده تقول انا عايز اخد الشكل الكيرفي بس مش عايز ابقى سليم يعني انا مش عايز اخس في الوزن انا مبسوطه ان انا زايده 15 او 10 كيلو بس انا عايز ارسم الكيرفز بتاعتي عايز الخصر والخصر لما بيتظبط كل الجسم بيتظبط النص الفوقاني يبان شكله حلو والنص التحتاني يبان شكله حلو حتى لو مليان شويه آه انا عايزه الكيرف بتاع ظهري يبقى فلات من غير الكلاكية اللي بتبان في البلوزه بتاعتي في البرا لاين بس آه. انا عايزه جسمي فيه تضاريس مش عايزه ابقى الفرنساوي اللي بنقول عليه لا انا عايزه ابقى مزيج بين الشرقي اللي واخد القوام الممشوق طيب لو لو احنا هنعمل شفط دهون عاده الجلد بيبقى فيه بيتغير شكله طبعا. هنقدر في نفس الوقت اللي بنعمل فيه شفط الدهون نشد الجلد بحيث ان شكله يبقى متناسق مع العمليه اللي احنا عملناها وهو ده المسمى اللي حضرتك اتكلمت عليه في الاول وهو نحت الجسم النحت هو مسمى شائع هو مش كلمه علميه لكن هو خيال وحلم كل انسان بيتمناه ان هو يبقى منحوت زي التمثال ان التمثال لما بيتنحت بيبقى مقاسه مثالي ومفيش ترهل وبالتالي هو فعلا التكنولوجيا الحديث بيدور على النقطه دي عشان كده لما ظهر حاجه اسمها الفيزر من حوالي اربع سنين ما عمل انا سمعت عن الفيزر ده كتير طبعا يعني دي فرصه برضو نشرح للناس ايه هو الفيزر لان هو ابتدى اسمه يتكرر كتير في في عالم التجميل الفيزر جهاز بيشتغل على تفتيت الخلايا الدهنيه بدون جراحه ما فيش جراحه يعني ما فيش اي فتحات ولا من ولا دم من, دم ولا من فتحه 2 مللي لا ما فيش دم أوه. هو هو مسته بقى اللي اللي بتميزه عن الشفط القديم إن الفيزر بيشتغل عن طريق موجات صوتية ما بيشتغلش عن طريق العنف حضرتك تفتكر الشفط القديم كنا بنفتح فتحة كده سنتي في الجلد وندخل الجوت. آلة خينة آه شفاط كده ونمسك الدهون آه. ونفضل نكسر في الدهون طبعا عملية عنيفة جدا غير آدمية فيها ألم شديد بعد العملية فيها فقدان نسبة من الدم مع الدهون اللي بتخرج عشان كده كنا برضو محدودين إن إحنا ما نشفطش غير الكمية بسيطة فيها آه نوع من عدم يعني الانسيابيه العملية ممكن العمليه عشان بنشفط كميه بسيطه تتعمل على كذا مره؟ لو لو كان الشفط القديم انا لسه بشرح أه لحضرتك أوه عشان اقول لحضرتك النقله التكنولوجيه دي ايه اللي حصل فيها؟ الشفط القديم حتى النسيج كنا عشان احنا اللي بنكسر بايدينا عمره ما يطلع متساوي ما يطلعش متناسخ لازم تحس بجرانيوليشنز حاجه تحت ايديك كانه على كلاكيه وحته عاليه وحته واطيه مفيش انسيابيه في الجلد آه الفيزر غير م. المفهوم ده خالص اولا احنا بندخل من فتحه 2 مللي كانيولا حاجه رفيعه خالص بتدخل ابره صغيره تحت الجلد ما بتعتمدش على ان انا بمسك الدهون وافضل اكسر فيها لا خالص هي بتطلع موجات صوتيه بتكسر خلايا الفات سيلز نفسها مش بتسيح الدهون اللي جوه الخليه بس وده فرق شاسع في النتيجه شافت القديم كان بيسيح دهون ويسيب الخليه فالشخص او البنت او السيده لو اكلت تتخن تاني الخلايا تشتغل تاني هي موجوده, موجودة. المخزن اللي م. بيخزن موجود وانا لسه بدي له السورس انا لسه بلخبط في الاكل وباكل كل اللي في نفسي فيرجع يدخن تاني الفيزر لا ما ينفعش يرجع تاني لان الفات سيلز الخلايا الدهنيه نفسها اللي في المكان ده اصبحت غير موجوده لان الموجات الصوتيه بتشتغل على على السيل نفسه بتكسر جدار الخليه وما دام خلاص ما خلاص ترجعش خلاص ما ينفعش تاني. تاني تاني حاجه هي بتكسر الخلايا بطريقه انسيابيه يعني حضرتك بالظبط زي ما تحط او السيده تحط سمنه على النار تبص تلاقيها ساحت تماما لما بتسيح تلاقي السيرفس او السطح بتاعها املس حتى لما تنشف مكانها تقدر تمشي ايدك عليها كده تلاقيها أمل ملساء خالص هو الفيزر بيعمل كده بيسيح الدهون تماما زي تتحول لسائل فلما تيجي الجلد يلزق على العضله ياخد الشكل الانسيابي ما تلاقيش فيه لا تعريج ولا حته مش زي حته ولا جلد عامل مطبات والحاجات اللي كانت بتضايقنا في الشفط القديم الفيزر كمان بقى ودي حاجه يونيك و مميزه جدا للفيزر وهو انه بي بيشد الجلد بيخلي الجلد جوه نفسه بيلم جوه نفسه بنسبه كبيره جدا. نفس الجهاز اللي, اللي احنا بنستخدمه في شفط الدهون اه الفيزر او يعني في تكسير الدهون بيشتغل برضه له قدره بالظبط على انه يلم الجلد ويمنعه من الترهن ما حضرتك بالمنطق كده الدهون اللي مفروده الجلد اللي مفروض على كمية من الدهون أول ما الدهون دي تسيح المفروض الجلد يحصل له الترهل. دروب الفيزر بيخلي الجلد ما يحصلوش أي درجة من الترهل ويلم من جوه نفسه ويلزق على العضلة طب ما في جهاز برضو الناس بتتكلم عليه اسمه الجي بلازما ممتاز بيشتغل إزاي برضو هو نفس الفيزر ولا ده له وظيفة لا ده مختلف تماما كتكنيك وكوظيفة وكنتيجة في الآخر الجيب بلازما بيشتغل على الجلد بس يعني الجيب بلازما ما يعملش تاثير على الخلايا الدهنيه خالص لكن يشتغل على الكولاجين بتاع الجلد يخلي الجلد اللي احنا بنقول الفيزر بيشد الجلد ويمنع الترهل بس هو له درجه من القوه اللي بعدها ما يقدرش يشتغل لو في ترهل زايد الفيزر ما يقدرش يعمله هنا بقى دور الجيب بلازما عشان كده احنا لما بنقول الكومباينيشن او الدمج بين الفيزر والجي بلازما لتحقيق النحت هو ده اللي بيدي نتيجه جميله ومثاليه ودائمه طب نشوف شكل الجهاز كده آه يا دكتور فضل. نبقى عارفين برده آه يعني دي ده الجهاز بتاع الجي بلازما آه ده الجي بلازما دي الهاند بيس او الجان نفسه اللي هو الـ الواير السلك الازرق ده متوصل بالجهاز الـ الـ الجيب الجي بلازما بيدخل من نفس الفتحه 2 مللي عشان كده هما الاثنين ما بيتطلبوش اي درجه اي هي اي جرح آه هو نفس الفتحه ال ميلي مللي كانيولا صغيره بتدخل وندخل منها الفيزر وبعدها الجيب لازمه لو لا احتاجناه يعني لو احنا ممكن نكتفي بالفيزر في تفتيت الدهون 100% ويشد الجلد طالما درجه الجلد كويسه وما نحتاجش الجيب لازمه وفي صوره تانية بقى بتبين ازاي الجهاز بيشتغل قبل وبعد آه بيعمل ايه ده الجيب لازمه بص حضرتك بقى درجه الترهل اللي هنا درجه عنيفه ده ترهل قبل ما نعمل شفط خد بال حضرتك م. ده شخص هو اصلا فقد وزن يزيد عن 40 كيلو وما عندوش دهون مشكلته هنا مش الدهون خالص زي ما حضرتك شايف هو م. هو رجليه رفيعه لكن درجه الترهل دي مضايقاه ده جيب لازمه بس انا مش طحب. محتاج في فيزر خالص م. زي ما حضرتك شايف انا ما قللتش المقاس ما غيرتش الشكل أنا فردت الجلد زي ما حضرتك النتيجة دي بتطلع فورية ده افكت بعد التأثير يعني بعد... تأثير مش معقول يعني قوي جدا ده. الجيب بلازما أقوى جهاز في العالم يشد الجلد ويدي نتيجة فورية ودائمة يعني عايز أقول لحضرتك ناس بتستغرب تقول يعني أنا جلد هيفضل كده العمر كله أه ما هو خلاص هو عالج الكولاجين هو خلى الجلد بيلم جوه نفسه الجلد زي ما حضرتك عارف هنا برضه آه يعني ده برضو خد بال حضرتك احنا حالاتنا اصعب الحالات ليه؟ عشان احنا عندنا عيانين اللي احنا خسسناهم بجراحات السمنه والتكميم والتحويل ممكن يفقد 60 70 كيلو بص درجه الترهل تبقى عامله ازاي؟ دي حاجه احنا هنتكلم عليها دكتور آه ضروري في حلقه ثانيه طبعا يعني دي, دي حاجه مهمه طبعا بس انا انا هنا عندي يعني سؤال هو اعتقد ان ده شخص سنه كبير هو شخص سنه فكنت كبير اه كنت هسال حضرتك ممكن الجيب بلازما ده يشتغل مع اي سن اه ده بيشتغل في كل الاعمار رجاله وستات ورج... سيدات ورجال و... وشباب في سن في صغير كل كبير. في كل درجات الترهل في كل درجات الترهل بس خد بال حضرتك آه شايف حضرتك هنا ما زال آه ما سقوط تام في الجلد لان في درجات يعني احنا بنقول الفيزر مع الجي بلازما ي... يحللنا 90% من درجات الترهل الموجوده لكن ما زال عشر في 10% في اللي الجلد سقط فيها خالص لا بنقول له احنا لما نعمل فيزر وجيب لازمه يبقى احنا برضو مش هناخد النتيجه اللي السيده او الرجل يبقى مبسوط وهو شايف شكل الجلد بتاعه احيانا درجه الترهل مع الحمل المتكرر في سيدات خلفت سبع ثمان مرات وكان وزنها مش عارف 150 كيلو خست بقت 70 كيلو لا ده جلد هيبقى طايح خالص في الش... يعني بره م. بره الكونتور بتاع الجسم. ده لا ما نقول ما نحاولش معاه بالفيزر والجيب لازم. ممكن نعمل فيزر عشان خلايا الدهنيه تتفتت ونشد الجلد بجرح تجميلي صغير عشان نضمن انه حتى الليدي دي لو تخن تاني في المستقبل مع الفيزر عمرها ما تتخن تاني. طب يعني لو زي ما حضرتك كده قلت آه واحده خلفت 10 مرات. هو لو عملت من الاول خالص شد عن طريق الجهاز ده كل مرة هتعمل هيبقى سهل بعد كده ان هي تحافظ على جلدها مشدود؟ هو ده سؤال جميل جدا واول مرة تسأله الحقيقة عني والله لا لا <تصفيق> <تصفيق> بص حضرتك احنا فعلا بنقول الفيزر والجي بلازما حتى الـ الـ البنت اللي لسه ما اتجوزتش اه لو عملنا لها وعندها شويه بطن صغيره ودي في بنات كتير دلوقتي المياه الغازيه والشوكليت والحاجات دي خلت دايما والاكل بالليل والسناكس بتخلي البنات بطنها تبقى كبيره صغيره وهي لسه ما اتجوزتش ولا خلفت لما بنعمل لها فيزر تفتيت دهون ونكسر الخلايا الدهنيه حتى لو ما عملناش جيب لازمه ما هي جلدها مشدود تمنحها ان هي مع الحمل يرجع لتملة <applause> ولا الجلد يترهل لان احنا خلاص منعنا الخلايا الدهنيه في المنطقه دي انها تخزن دهون في المستقبل صحيح فهو فعلا زي ما حضرتك بتقول وان كان ده ناس كتير مش اوير بيه لكن البنات اللي في سن مبكر ولسه ما دخلتش مرحله ال ال الزواج او يلحقوا نفسهم بالظبط <applause> فرصه كويسه ان هم يعملوها فحتى يبقى وقايه ليهم في المستقبل طيب إحنا اتكلمنا على جهازين مهمين جدا من قمة التكنولوجيا اللي في العصر اللي إحنا فيه، في جهاز تاني إسمه الهايفو. حضرتك بقى قول لنا الجهاز الهايفو ده يعني ينفع برضه في الحاجات دي وإني أحسن هو ولا بقية الأجهزة اللي اتكلمنا عليها؟ بص حضرتك لو إحنا بنتكلم عن عن البادي كله الجي بلازما أقوى لا شك، هو الهايفو جهاز التراسونيك ويفز بيشتغل على الجلد برضه، فهو وظيفته الشد. ملوش علاقه بالدهون زي الفيزر يبقى احنا بنقارن الهايفو بالجيب اه الهايفو له ميزه في الوجه والرقبه ان جلسه في نص ساعه ومفيش حتى الفتحه 2 مللي هو بيشتغل من بره اه و... ونتيجه سريعه والسيده وال... تبقى شكلها يدي مثلا 45 50 سنه تبص تلاقيها رجعت 10 15 سنه ورا وده بتاتش خفيف من بره وتروح تكمل يعني كامل حياتها يعني ان ده جزء بيشتغل على جزء من الجسم وده بيشتغل على جزء جزء ده, ده الفرق الاول تمام ان لما بنقول الوجه الهايفو اسهل ان انا اعمل فتحة هنا او هنا الرقبه ينفع فيها الهايفو ينفع الجيب لازم بس الجيب لازمه نتيجته فوريه ودائمه تعيش العمر كله الهايفو نتيجته بتيجي على جلسه والتانيه ممكن ناخد شهرين او اربعه ونتيجته لازم عشان نحافظ عليها كل سنه نعمل جلسه. والله يا دكتور يعني احنا الاجهزه الجديده في عالم التجميل اكيد مفيده، يعني يمكن حضرتك شرحت لنا ببساطه شديده والناس هتفهم الكلام ده كويس ازاي نوعا ما يكون عنده القدره ان هو يفكر ازاي يغير شكل جسمه. دكتور الله. احمد السبكي استاذ جراحه السمنه والتجميل في كليه الطب جامعه انشاء احنا بنشكرك على وجودك معانا وان شاء الله نلتقي في حلقات ثانيه لان في حاجات كتير عايزين نعرفها شكرا. وطريقه حضرتك البسيطه دي هتفهم حت، الناس الدنيا ماشيه ازاي.